السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى خلق النباتات على كوكب الأرض، وكلنا نعرف إن ليها فوائد كتيرة زي امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإخراج الأكسجين، وهي العملية اللي بتعرف باسم التمثيل الضوئي، وكمان عشان نتغذى على بعضها، واستخدامات أخرى كتير. ولكننا هنتكلم على بعض الأنواع اللي تعتبر من أشرس وأغرب الأنواع النباتات على كوكب الأرض. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. نبات التنين الأحمر. النبات ده بيتكون من أجزاء مفتوحة بشكل دائم على شكل فكين ملونين بألوان زاهية، بالإضافة لامتلاكه شكل جذاب وألوان مبهرة وعدة زوائد بتحتوي على مواد لزجة اللي بيجعله جاذب جدا للحشرات. ومجرد نزول الحشرة عليه بينطبق الجزئين المفتوحين ويبدأ النبات بهضم الحشرة، ويتخلص بعد كده من الأجزاء الغير قابلة للهضم. نبات القدر أو الجرة. بيفرز مادة حلوة على حواف الورقة جاذبة للحشرات، تشبه في شكلها شكل القدر أو الجرة، وأوراق هذا النبات ذات ملمس شمعي ناعم، ومجرد وقوف الحشرة عليه تنزلق إلى الداخل وبتقفل أوراق النبات على الحشرة ويتم هضمها. ينتشر النبات دوت في جنوب أفريقيا، ويطلق عليه أيضا اسم نبات السلوى لأنه بيحتوي على إفرازات سكرية جاذبة للحشرات، وأوراقه بتتحور لتكون شكل جرة. نبات حامول الماء. بيعيش في المستنقعات المائية والأماكن الرطبة، بيفترس الحشرات المائية مثل حشرة برغوث الماء ويرقات بعوض الماء. نبات خناق الذباب. يفترس جميع الحشرات الزحيفة، كما أنه قادر على افتراس الضفادع والفئران. وعلى الرغم من حجمه الصغير الذي لا يتعدى حجم الكف، فهو يعتبر النبات الأكثر وحشية في الافتراس على الإطلاق، حيث تنطبق أنيابه بسرعة فائقة وقدرة مرعبة على الفريسة. ينمو عادة على شكل تجمعات من 7 نباتات أو أكثر محاطة بساق مركزية، يصل ارتفاعها لحوالي 30 سنتي، ويوجد في منطقة صغيرة من المناطق الساحلية في ولايتي كارولينيا الشمالية والجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، في المستنقعات اللي بتفتقر تربطها إلى النيتروجين. نبات الفيلفيتشيا. واحدة من النباتات الغريبة جدا، وتوجد في صحاري جنوب أفريقيا في ناميبيا وأنغولا، وهو بطيء النمو جدا. تتشكل النبتة من ورقتين وجدر، تتضخم الورقتين بشكل كبير حتى يصل طولهما لمترين وعرضهم لثمان أمتار، وهو نبات معمر يعيش من 400 ل 1500 سنة، ويمكنه البقاء على الحياة لمدة 5 سنوات في حال عدم وجود المطر. وسميت هذه النبتة باسم عالم النبات النمساوي فريدريخ فيلفيتش اللي اكتشفها عام 1859. نبات رافيلسيا أرنولد. يتميز بأنه ينتج أضخم زهرة في العالم، يصل قطر الزهرة لمتر ووزنها إلى 11 كيلومتر، وتنمو في غابات وأدغال جنوب شرق آسيا وتحديدا في أندونيسيا، وهي زهرة بتنتج رائحة كريهة قوية كرائحة اللحم المتحلل، ولذلك يطلق عليها أحيانا اسم زهرة الجثة. تستوطن هذه النبتة الغابات المطيرة في سومطرة وبورينيو. نبات هندورا أفريكانا. تنمو تحت الأرض ولا يظهر منها سوى هذه الزهرة المرعبة، وهي عبارة عن مصيدة تصطاد بها فرائسها من الخنافس من خلال إطلاق رائحة كريهة بتجذب الخنافس إليها، وتنتشر في صحاري جنوب أفريقيا. النبات الراقص، واللي بيسمى بالحشيش الراقص، حيث تتحرك أوراقه في حركة دائرية للحصول على أكبر كمية من أشعة الشمس. نبات كرة البيسبول. موطنه في منطقة كارو العظمى في جنوب أفريقيا، وهي من النباتات المعرضة للخطر الإنقراض والصيد غير المشروع لأن نموها بطيء، فالثمرة الوحيدة بتحتوي على من 2 ل3 بذور فقط، وتشبه في شكلها كرة السلة ولا تغطيها الأشواك، وتقوم بتخزين المياه أثناء فترة الجفاف. ينتج زهرة جميلة المنظر، ضخمة جدا، أضخم زهرة في العالم، يصل طولها إلى أكثر من 3 أمتار، ومع هذا فرائحتها كريهة جدا، تشبه كثيرا رائحة اللحم الفاسد أو جيفة الحيوان، وهي لا تلجأ إلى ما تفعله الزهور الأخرى اللي بتخرج رائحة حلوة لجذب الحشرات والنحل لتلقيحها. فزهرة الجثة اختارت أن يلقحها الذباب والخنافس اللي بتضع بيضها في اللحم الفاسد، لذلك فهي تخرج هذه الرائحة اللي بتجذب هذه الحشرات.
شجرة التبليد أو البابو باب أو الشجرة المقلوبة هي جنس نباتي يتبع الفصيلة الخبازية من رتبة الخبازيات، يحتوي على 8 أنواع، وتخزن أشجار هذا النبات كمية كبيرة من المية تمكنها من الحياة، ويصل قطر جذع الشجرة إلى 10 أمتار. تتفرع أصول هذه الشجرة وتقل أوراقها حتى يخيل الناظر إليها أنها جذور، وذلك لنقل عملية النتح، وبالتالي يقل الفاقد من الماء عن طريق التبخر. نبات لهب الزئبق، نوع من النباتات المزهرة تعيش في المناطق المدارية من أسيا وأفريقيا، وتنمو كالنباتات المتسلقة، تنتج زهور حمراء أو صفراء بحواف متموجة، تعتبر هذه الزهرة الوطنية لزيمبابوي. نبتة نحل أوركيد، تنمو في مناطق البحر الأبيض المتوسط، وتنتمي إلى عائلة نباتات الأوركيد، تظهر من 1 إلى 10 زهور في كل سنبلة في كل صيف. زهرة عصفور الجنة، تعرف بزهرة الكرين، تنمو في جنوب أفريقيا وسميت بعصفور الجنة لأن شكلها يشبه الطيور تقريبا. زهرة القلب النازف، من النباتات المزهرة، بتنتمي لأسرة الخشخاش، ويعود موطنها إلى سيبيريا وشمال الصين وكوريا واليابان. قيمتها تكمن في تزيين الحدائق فقط، ولكنها زهور سامة. خلصت حلقتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.